فضيلة الشيخ، إذا اختلفت مطالع الهلال بين المملكة العربية السعودية وبلد آخر مثل الأردن، فمثلا في شهر ذي القعدة شهر أصبح الهلال في المملكة العربية السعودية 30 يوما، والأردن مثلا 29 يوما، فمتى يصوم أهل الأردن يوم عرفة؟ نعم، خصوصا إذا وافق يوم العيد. نعم، من المعلوم أن المسلمين فيما أعلم بالنسبة لعيد الأضحى يتفقون. ما أظن مثلا أن الأردن يضحون في اليوم التاسع في المملكة، ما أظن هذا. في رمضان صحيح يختلفون، لكن في الأضحى ما أظن يختلفون. إيه، ما اسأل الآن، هل الأردنيون هل ذبحوا ضحاياهم يوم 9 بالنسبة للمملكة؟ هي مسألة الشرط شيء آخر، لكن أنا أتكلم عن الواقع. أتكلم عن الواقع أن الناس في عيد الأضحى لا يختلفون أبدا. تجد يوم تاسع في هنا هو يوم تاسع في كل بلاد الإسلامية. أذن؟